What's going on? أنا أتساءل كما يتساءل الجميع هذا الصمت الرهيب اللي جاءت لي الحكومة، لأن هناك اتفاق وكنظن اتفاق مع الوزارة، فهو الوزير فهو من الحكومة، وإذا كانت الحكومة كل وزير يلغي بالغاه فهذا إشكال، لأنه حنا توعدنا في نهاية يناير على غيكون عندنا موعد مع رئيس الحكومة باش يوقع توقيع نهائي الاتفاق اللي جات فيه الشطر الكبير فيه جابته الحكومة. بالتالي كانوا النقابات عندهم بعض التحفظات على التواريخ، ماشي المضمون ديال سميتو، التواريخ تفعيله في هذه السنة، تفعيل هذا في السنة، وبالتالي فإذا بنا حنا غادي ست شهور دابا والحكومة تعيش هذا الصمت هذا. المغزى ديالو حنا ما فاهمينوش، حنا كنقوم بالعمل النقابي، ما بغيناش ندخلوا في امور سياسيه. اذا كانت الصراعات داخل الحكومه بالصف بيناتها وتعطينا حنا المطالب ديالنا اللي هي مشروعه وما كنتزايدوش على اي احد، اللي الوزاره كتقول لك هذا حقهم، حنا كنقولوا لهم الحكومه باش دير الاجراء ديال هذا الشيء اللي اتفقنا عليه، وبالتالي فنحن ماضون لن نتوقف، كما كنقولها بالانجليزيه نو ستوب. بدينا هذا المسار النضالي اللي واحد الوقيته كنقولوا اليوم غدا اليوم غدا، ولكن من التنسيق الوطني خدا هذه الخطوه، فما علينا الا نتمنوها، لان التنسيق هذا هو تاريخي اللي كتعرفوا قطاع الصحه، انه باش جميع النقابات يتحالفوا، وكما يقول الحديث الشريف ما اجتمعت امتي على ضلال. تجي هذه الخطوه النضاليه كاستمراريه ديال واحد البرنامج النضالي اللي خطوا التنسيق النقابي الوطني من اجل التعبير بشكل واضح الحكومه والوزاره وحتى جميع المواطنين، انه يعرفوا ان القطر الصحيه مساخطه على واحد الوضع اللي السبب ديالو الاساسي هي حكومه اللي تجاهلت بواحد الشكل اللي مفضوح مطالب الاطر الصحيه اللي كانت فيها اتفاق ما بين النقابات الثمانيه الممثله داخل القطاع ووزاره الصحه بحضور ممثلين على الحكومه. هذا امر اللي حنا تنشجبوه وتنشوفوا فيه انه واحد التخاذل ديال النقابه الاطر الصحيه اللي ناضلات مده طويله في الحفاظ على الصحه ديال المواطنين ومنذ اجيال. فاليوم احنا مستمرين في الخطوات ديالنا النضاليه، اليوم احنا في وقفه جهويه ومع استمرار الاضراب الاسبوعي لثلاث ايام في انتظار تنظيم مسيره وطنيه على مستوى العاصمه اللي تبتدا من باب الحد الى غرفه البرلمان، اللي ناكدوا من خلالها عن التواجد ديالنا والسخط ديالنا على الوضع الاستثنائي واللي احنا ما قابلينوش.